قصف بالطيران المروحي على مدينة مورك بريف حماة الشمالي. قصف بالطيران المروحي على مدينة مورك بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد. 10/10/2014. قصف بالطيران المروحي على مدينة مورك بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد. 10/10/2014. ولا تزال الطائرة الحربية في الأجواء. طائرتان مروحيتان في أجواء مدينة مورك. الطيران المروحي يقصف مدينة مورك بالبراميل المتفجرة. طبعا وفي هذا الاتجاه قصف من طائرة مروحية. قصف بالطيران المروحي على مدينة مورك بريف حماة الشمالي. قصف بالطيران المروحي على مدينة مورك بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. الطيران المروحي يقصف مدينة مورك بالبراميل المتفجرة. إذن الطائرة ألقت برميلين في هذا الاتجاه. الطائرة ألقت برميل في هذا الاتجاه. نسمع أصوات المطارات الأرضية باتجاه الطيران. الطيران المروحي لا زال في أجواء مدينة مورك وفي أجواء ريف حماة الشمالي. طائرتان مروحيتان. نسمع أصوات المطارات الأرضية. كثافة دخانية في سماء مدينة مورك.